يعني انا عايز افكر حضراتكم بالقائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري للمعسكر اللي هيبتدي خلاص خلال ايام قليله جدا، واستعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. هو بدايه مختار 8 لاعبين او 8 من لاعبي النادي الاهلي، اللي هم مين؟ محمد الشناوي، محمد هاني، وعمرو السوليه، وحمدي فتحي، وايمن اشرف، وياسر ابراهيم، ومحمد مجدي افشه. ياسر ابراهيم يستحق الانضمام بكل تاكيد بعد المستوى الرائع اللي بيقدمه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. لكن اقول لحضراتكم الاسماء ككل: محمد الشناوي، محمد بسام، محمد هاني، عمر جابر، احمد حجازي، علي جبر، احمد ايمن منصور، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، احمد ياسر ريان، جنش، عامر، ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، محمد فاروق، اسلام عيسى، افشه، حسام حسن، ومحمد شريف. دي القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري. ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في تحقيق الاهداف المختلفه. الكابتن حسام البدري مع منتخب مصر لعب 6 مباريات رسميه، فاز في 4 واتعادل في 2 وخسر في ولا مباراه لم يتعرض للهزيمه. اعتقد يا جماعه 4 مباريات رسميه ومباراتين وديتين، اكدوا لي المعلومه بعد اذنكم زمايلي في الاعداد. لكن في كل الاحوال كل الدعم وكل التمنيات بالتوفيق للكابتن حسام البدري.